تنتوي تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. Welcome to a new tutorial about security of switch by network engineer حسام الدين. Well, the first one راح نبدأ إن شاء الله how to secure switch and telnet and port security. This is example we have. This is our company and we have a seventh floor in this company. And the first floor عدنا السويتش وين تتواجد ان شاء الله. اول حاجة راح ان شاء الله نديروها اللي هي secure enable. هذا عدنا الكيبل اوف كونسول لهذا باش نقدر نكونفيغيري سويتش. راح ندخلو البي سي هذا تيرمينال هكذا راني في سويتش. نديرو enable config. هذا راح عندنا دي كوموند راح ندخلهم هنايا تاع كيفاه ندير سيكيورتي للسويتش. لاين كونسول 0 اند راح نطلب باسورد راح نديرو سي سي ان اي اوكي اند لوج ان اكزيت هكذا راني درت سيكيورتي. كيفاش نعرف انايا باش دخل باسورد؟ راح نزيدو ديرو اكزيت نخرجو كامل من السويتش. ها هو غادي يطلع فيا باسورد. راح نديرو سي سي ان اي. باي ذا واي هنايا راه ما يطلعلكش ما يوريلكش خاطش كلش هنايا كيما نقولو ترونسبارون ما يبان شفاف. زعما دير سي سي ان دير اونتري سي سي ان اي سي سي ان اي غلطنا هنا نورمالمون في الباسورد سي سي ان اي هاي كابيتال ليتر اوكي دوكا راني في سويتش. هذه اول حاجة سكيورتي اوف سويتش باش ما يجيكش واحد يجي يحط البي سي نتاعو يدير كونسول يكونيكتي على سويتش يولي كونيكتي عليه. لازم ديرولو باسورد باش ديرولو سكيورتي. حاجة ثانية اللي عندنا اللي هي تلنت. For example عندنا هنايا first floor هذا first floor and seventh floor. عندنا هذايا سويتش راه first floor. الناس حقيت كان الانجينيور for example انجينيور ما كانش هنايا حبيت ناكسيدي للسويتش عندنا انجينيور واحد اخر بصح في ليطاج السابع ما يقدرش باش يهبط راح يدخل تلنت. كيف يدخل تلنت؟ اول حاجة راح نعطو IP address للسويتش هذه الحاجة الأولى. بعدها راح نديرو تلنت يعني ناكتيفو تلنت لهذا البي سي باش يقدر يجي هنايا تلنت يدخل تلنت عن بعد. ثالثا راح نديرو حاجة اللي اسمها security في enable config and راح نعطو الـ IP address للسويتش. IP address حنا as we know عندنا لي زانترفاس اصلا ما يفهموش حاجة اسمها IP address ما يفهموهاش لانهم يفهموا هما الماك ادريس. بعدها دارو حاجة اللي اسمها لازم يكون عندها IP address باه نقدرو ندخلو تلنت. دارو انترفيس بات فيرتيال لبيها كاينة انترفيس VLAN يقصدوا بها Interface Virtual Local Area Network Interface VLAN 1 نعطولها IP Address 10.0.0.1 and بالماسك نقولها No Shutdown. اوكي هنا يا وقالك جيالك Interface VLAN 1 changed state to up هاي تحولت ولات up هاك Exit هكذا رانا درنا الـ IP address. حاجة ثانية انهم يكونوا في نفس الـ في نفس الصابنات
عندنا تان هنايا لازم تكون هنا ثانية عشرة لازم تكون هنا عشرة. كاين وين كاين عود في بلاد واحدة أخرى، هيكون في بلاد واحدة أخرى وحاب ندخل تالنات، هنايا راح يكبر الريزوت ولا الراوتر ولازم ندخلو الجيت واي، سما فيها شوية خدمة صح ماشي صعيبة. دوكا نروحو نكتيفو حاجة اللي اسمها تالنت، ديرو رانا في مود كونفيغ، عندنا لاين في تي واي، هذا الكوموند سبيسيال للتالنت لاين في تي واي من الزيرو حتى الربعة، هي عندك من زيرو حتى الخمسطاش، هاي من السي عندك من زيرو حتى الفيفتين. The first time number إيش معناتها هذه؟ معناتها how many user to enter in this switch. For example راح نديرو من zero حتى four، معناتها عندنا خمسة من الناس يدخل. نديرو password تاعهم، password راح نديرو CCNA two، نديرو CCNA one، هاو نديرو login. هكذا راه درنا سيكيليزينا. كاينه حاجه واحدة اخرى اللي زادوها وقال لك لازم نديرها باش يضمن هذا اليوزر باللي راه معانا صح، لازم نديرو انيبل الباسورد، انيبل باسورد سي سي ان اي نمبر 2 اكزيت. هكذا راني اكتيفيت تالنت. دوكا هذايا نقدروا ندخلوا به تالنت، راح يطلبنا راح ندخلوا ديسكتوب and comment. هذه الباج مو فين نديروها البينك، كان اللي شافوها ياسر يديروا غير البينك. هنا يضو كان نديرو حاجة اسمها تالنت، تالنت رايح ندخل على السويتش تالنت. كيفاش راني كيفاش نعرف باللي راني رايح للسويتش؟ ما يقدرش يعرفها هاك، لازم يعرفها بحاجة اللي هي اي بي ادريس، على بها عطينا اي بي ادريس هنا باهي فهمها. عنديرو تالنت 001 ديرو اوكي. هنايا قال لك باللي كاينه غلط، دونك نشوفو غلطة تاعنا وراها. اي هنا مانيش عاطيلو اي بي ادريس كاع، هذا البي سي ما عطينالوش اي بي ادريس، نعطولو اي بي ادريس 1000 شحال درنا هنايا 002 اوكي. لو كان عاود نديرو تالنت يدخل نورمال ما كاش مشكل. وقال لي طلب فيها الباسورد، باسورد قال لك يوزر اكسس فيريفيكيشن، لازم تعطيلو الباسورد اوف تالنت اللي هو درناه سي سي ان اي 1 او دخل. لو كان نزيدو نديرو انيبل باش يضمن ثاني اليوزر هذايا اسكو راح معانا والله لا، لكن ندير انيبل يزيد يعطيني قال لي باسورد نمبر 2 ذا سكند باسورد سي سي ان اي نمبر 2. كيما هاكو دوكا راني في السويتش، دوكا راني في السيفن فلور، بات ذا سويتش ان ذا فيرست فلور، اند راني فتحت ريموت هنايا باش ما نهبطش ومنا باش نسهلو المهمة. راني في السويتش دوكا نقدر نشوف اي حاجة، شو ماك ادريس تيبل ماك فور اكزامبل ادريس تيبل، عطاني ماك فيسبوك. نقدر نتكري فيلا، نقدر ندير كل شيء درك. دونك اسك عندي لاكسي باش ندخل للسويتش. عندنا حاجه واحده اخرى اللي هي البورت سيكيوريتي، كيفاه رايح نديرو. فار اكزامبل عندنا هذا البي سي، هذا البي سي حابو يكونيكتي باك على الفاست ايثرنت 0 اوفر 2، معناتها هذا اليوزر عندنا هذا يقدر عنده لاكسي هنايا. جا عندنا واحد اخر بي سي، جا واحد جانا جديد روغ بي سي، معناته روغ هو المحتل او هاكينج، حاب يدخل لهذه الانترفاس وحاب يدخل في هذا الانترفاس تاع هذا السيد، حاب كي يدخل يدير روحو هذايا يحتل شخصيه تاع هذايا تاع 10003. انا اش راح ندير؟ راح ندير سيكيوريتي على هذا البار اوكي، وكنشوفو كيفاش راح ناكتيفو هذه البورت سيكيوريتي. كيف رانا راح نديروها؟ راح نديرو هذا، راح نديرو هذا البي سي، راح نديرو له بورت سيكيوريتي اوكي. اللي هو هذا كونفتي
enable conft ندخلوا للانترفيس اللي راح نطبقوا عليها انترفيس 0 over 2 اوكي سويتش بورت مود اكسس اوكي بعد راح نديروا سويتش بورت بورت سيكيورتي ماك ادريس الماك ادريس هنايا عندنا زوج عندنا تحب تدخلوا ستاتيك تحب تدخلوا دايناميك كما حبيت اذا حبيت تدخلوا ستاتيك تروح تجيب هذه الماك ادريس هذه تاع البي سي هذه منين راك راح تجيبها نجربو نشوفوها انا دو عارفين شو هي اكزيت اند راح نديرو شو ماك ماك ادريس تيبل هذا وطلع لي ماك ادريس تيبل فارق علاه طلع لي فارق لانه حتى ترافيك معقد منه نجرب ندير بينج بينجي هذه الادريس بينج 10002 اوكي دوكا عقب ترافيك نورمالمون يطلع هذا علاش وشن هي الحاجه اللي راح تعمر هذا الماك ادريس تيبل اللي هو البروتوكول اللي هو البروتوكول اللي هو بروتوكول ار بي ار بي اللي شو وشن هي ادريس ريزولوشن بروتوكول اوكي نروح نعاود نشوفو ها لقينا فارق نورمالمون دوكا يتعمر شو ماك ادريس تيبل اوكي ها وين نطلع قال لك فاست ايثرنت 0 اوفر 1 اللي هو الماك ادريس تاع هذا البي سي هذه وهذايا تحب دير له كوبي هذايا تاع 0 اوفر 2 اللي هو هذا اللي راه مكونيكتي 0 اوفر 2 هذا اللي نسحقوه تحب دير له كوبي وتديه وتطبقوا على ديك الكوموند ديك دي. صح حنايا نديروا الطريقه السهله اللي هي شوفوها في 0 اوفر 2 سويتش بورت بورت سيكيورتي ماك ادريس اوكي عندنا هذه ستيكي ستيكي فور اكزامبل يو هاف 100 بيسز ان ذيس كومباني سو تروح تدخلها بالوحده ستاتيك تعب شويه اوكي راح نديرو ستيكي اللي راح يقراها وحده يجيبها لنا دايناميك اوكي راح نديرو ستيكي سويتش بورت بورت سيكيورتي ماكسيموم شحال عندنا واحد عندنا واحد برك في هذه ماكسيموم واحد ماكسيموم راح نديرو سويتش بورت سيكيورتي فايولوشن اش معناتها فايولوشن هاو تو شغل كيما نقولو كيفاش تتعامل مع هذايا الروغ اف يو انتر ان ذيس انترفيس اذا دخل في هذه الانترفيس كيفاش راح تتعامل معه تتعامل معه بروتكت او تتعامل معه ريستريكت او شت داون بروتكت شنو هي بروتكت اللي هو يدروب المسج اند not send you alert ما يبعث لك حتى حاجه restrict اللي هي حاجه واحد صارم كي نقولوا واحد restrict واحد صارم راح يطفيها راح يدروبي المسج يدروبي الباكيت سوري راح يدروبيها and send alert shutdown اللي هي in default if you for example درت port security violation درت اوكي راح يعقبها shutdown in default اوكي شات داون اللي هي راح يطفي لك الانترفاس وهي من الاحسن التعاملات هذه انك دير شات داون ما تحبش انه يدخل والله ديريكت شات داون طفي عليه وصاي شات داون اوكي سيكيورتي بعدو درك لايك تي في لايك تي في الحاجه اللي اسمها البورت سيكيورتي اذا ما درتهاش انيبل تسمى ما درنا والو بورت سيكيورتي ودير اوكي درك راه درنا البورت سيكيورتي تحب تحوس تشوف some information about this interface راح دير show port security interface 0 over 2 okay راح نشوف port security is enable and violation mode is shut down okay and the maximum MAC address عندنا 1 وكو شنو نديرو عندو نزيدو بينغو خاش من ذاك كاين وين يصرى مشاكل في هذه نجرب بينكي ماني خاسر والو هاو بينغ نورمال دوكا نعاود نحو وندخل هذا الروك بار اكزومبل هذا دخل حوس يدخل في بلاصه هذا السيد شوفوا واش راه يصير دوكا نصبروا عليه لانه راه هنا يدير listening learning forwarding اللي هي 30 سكند راح نستناها ان شاء الله معليش
كيما نشوفو هنايا وشعل. انا راني قلت له شات داون هما مو يشعل هنايا، علاش ما شعلش؟ لانه اصلا ما عقب حتى ترافيك، لانه كاع ما يعرفش هذا، كاع ما هذا ترافيك مزال ما بعثش. كي نجربو بينجو دوك، نجربو جرب بينجي هذايا، شوف شو راه راح يصرا. بينج 10 0 0 for example 2. اوكي شوفوا كيف راح يتعامل. هاو بث بث بينج، شوفوا ايه سوري ما عندوش اي بي ادريس. اوكي تان 0 0 100 for example. اوكي نجربوا. ديجا بعثنا له طفى. اوكي هاو دلو شات داون، قالوا انت اصلا ماكش هنايا. اكزامبل نزيدو نديرو بي سي واحد اخر، شوفوا واش راح يصرا. فنزيدو نتاكدو واش راح يصرا، نديرو له هدايا 10 0 0 15 فور اكزامبل، راح نكونيكتو عليه هدايا باش نزيدو نتاكدو من هذا الخاصيه. راه وين تزاد دالو شات داون، قالو ما نعرفكش. دوكا هذايا نعاود باغ اكزومبل، ديجا دخل لي مولا هذا البي سي اللي رانا داير بورت سيكيوريتي، هاو كيما هاك يلقاه باللي ديزيبل هذا، يلقاه طافي شات داون. اوكي فرا راح يتعامل معاه. هاو بعثنا، كان يبعثنا في المسج اللي كنت نحكي لكم عليه، او قال لك انترفيس از داون. كيفاش راح نشعلها؟ لازم تشعلها، دير انترفيس 0 اوفر 2. اوكي هي الانترفاس، تقول لها شات داون اطفاي ونو شات داون، عاود يطلع شات داون ونو شات داون كيما هاكا وشل. طلع اكزيت. انت لو كان درتها هذه مع هذون ما يشعلش والو، لا ما يشعلش، لانه داير بورت سيكيوريتي. قلت له اقرا هذا الماك ادريس، انه يقرا هذا الماك ادريس، يستناه دوك يشعل ونجربو نعاودو نبينغو اسكو لا راه يبينغي ولا لا. دوك استناه برك، هو ينشعل بينغ، هو يمشي لاباس عليه. اوكي هادي سيكيوريتي اوف سويتش، ان شاء الله اللي ما فهمش حتى ما فهمش حاجه يكتب لي في الكومنتير، نو بروبليم نجاوبوه ان شاء الله. ماذا بكم ديروا لنا شير هذا الفيديو باش يستفيد الجميع. اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.